قاعدة أشوف التاريخ الفن بالسعودية كان فعلا مظلومين الفنانين كانوا أول، فإنه لازم ما ترسم أشخاص، ما تسوي، ما تفعل، مجرد طبيعة بس ارسم النخل وهذه الأشياء، كانوا كثير محكورين. فلما الآن أشوف إنه مو فقط يرسمون أشخاص، قاعدين ينحتون الشيء اللي كان محرم أول، فاللي واو واو هذا شيء يعني قفزة أنا أشوفها. The receiving here in Saudi Arabia has been amazing. I have seen the people really connected with my art, and that has been huge because you can see very different cultures connecting through the art.